السلام عليكم، معكم مواطن حمدي. غنخرجوا غادي نسولوا الناس واش يحتفلوا براس العام ولا ما تحتفلوش. يلا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كتحتفلي براس العام؟ نو ما كنحتفلش بيه، وما عندي شي حاجه مهمه كنوصل دي ميزيرمون وهادشي ديال النصارى كيف كيقولوا والدينا. ونوتر كوز شوي نسي ديونت، وراس العام كيجيني مع لي زيكزام، يعني جاب لو طون اصلا باش نحتفل. الا قدر الا احتفلت ندير شي وانا وماما ولا انا وعائلتي سيتو اون بغا البركه فوالا سيتو. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش تحتفل براس العام ولا هو؟ ضروري ديما. شنو تتوجد له؟ انا قال هذا ديال الوالده. كدير ملف تقشيره ولا فخنجه؟ لا كنجيب لها كادو. كادو كبير. وحيت بابا نولتي شي فخنجه وكذا. ضروري فرات عاد تكون هذه الفخنجه فيها الخضره. لا فيها الهديه، فيها الشوكولاته. العز هو بابا نويل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي واش تحتفلي براس العام؟ لا ما كنحتفلوش براس العام. علاش غادي نحتفلوا به؟ حنا مسلمين ماشي ديالنا. هما كيحتفلوا بالاعياد ديالنا. لا نحتفلوا بالاعياد ديالهم. لا ايوا صافي، احتفلوا بالاعياد ديالنا، احتفلوا بالاعياد ديالهم. دمحوا الحولين، نحتفلوا براس العام. صافي نحتفلوا بالعيد الكبير والعيد الصغير. اما راس العام ماشي ديالنا، مازال السنه الهجريه نقدروا نديروا فيها الصواب، نديروا قصعه الرفيسه ولا الكسكس ولا شي حاجه وحنا محتفلين وحنا بخير. لا تصيبوا بعدا الرفيسه شويه. ها انت يدينا مي فينا ديال الملوينيت. ديال الملوينيت. لا ولدي واش حكروناش واخا هكاك. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي، بخير؟ الله يحفظك خويا. واش تحتفل براس العام؟ انا بعدا كنحتفل به. هو نورمالمون جينا نشوفو في, 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 في غالب الامر كيبقى الاحتفال براس السنه الميلاديه بدعه، وحنا كمسلمين ما خصناش نحتفلوا به، ولكن مشينا على بواحد العادات وبواحد التقاليد وبسيستيم ديال المغاربه كاملين. سيكو انا خصنا اوبليجي الا ما احتفلتيش به كتسمى عرفتي الا ريحتي في الدار، انا اصلا كيقهرك غير بلي ميساج وكذا، انت كيفاش ما خرجتيش ما درتيش ما فعلتيش. ولكن الغريب في الامر هو انه في الاحتفالات ديال راس السنه الميلاديه كيولي الخمر والجنس وكل ما هو الروينه، كل ما هو مضر بالصحة مباح على مرأة من الجميع. كلشي كيشوفو كلشي الشراب فيما دستي كتلقاه كتمشي للبيران، داكشي كيوجدوا لي قبل بين سومين ولا دو سومين. دونك حنايا والمشكل أن المغاربة باغين هادشي، كون ما كانوش باغين وغيحبسوه ما حتى شي واحد ما غيحتفل. والكور اللي هما في الاصل ديالهم هاد راس السنه الميلاديه كيديروا ام بيتيس كاطو، واحد القرعه ديال الفان غوز ولا الفان بلون كذا، وناشطين بيناتهم في الدار وكذا. والمغاربه كيخلقوا ما عادش باغيين يطيروا، باغي يطلع فوق يطلع للسماء ويقول لهم انا عباد الله راني محتفل. كيف يقولوا هابي بيرد؟ لا هابي نيو يير. هابي نيو يير.